أثابكم الله. هذا سائل يقول: هل يسمى الرجل الذي يهاجر عن أهله إلى بلد آخر لطلب الرزق هل يسمى مهاجرا أم ماذا؟ لا، يسمى يطلب الرزق. هذا ما راح فارا بدينه، راح يطلب الرزق، لا بس لا مباح طلب الرزق، فيكون فعله هذا مباحا، فقد يؤجر على هذا إذا كان قصده إعفاف نفسه عن السؤال واستغناء أهله، يؤجر على هذا طلب الرزق من العمل الصالح. ابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، نعم، فامشوا في مناسبها وكلوا من رزقه، نعم. أثابكم الله. لا يقال انه مهاجر، لا يقال انه مهاجر، يقال يطلب الرزق، نعم.